بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلاص نكلني كي دعا. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ترجمة: تمام تعریف اللہ عز و جل کی جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی. All praises for Allah who removed pains from me and granted me relief.